إذا نحن الآن في منطقة الراشدين الواقعة على تخوم مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام حاليا بشكل كامل. نحن الآن في المناطق المحررة. منذ صباح هذا اليوم دخلت قافلة متوجهة من بلدة كفرية والفوعة، خرج عقبها عدد من أهلنا المحاصرين في مدينة حلب. إلى حد هذه اللحظة خرجت 7 دفعات من المدنيين المحاصرين ضمن مدينة حلب، وننتظر الآن خروج الدفعة 7. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم الكلمة مو كالعادة، مو للنظام، الكلمة للحكام العرب، للأمة الإسلامية بشكل عام. يعني بسبب تخاذلكم عن هالشعب هاد، بحب أقول لكم من هاللحظة هاي للأسف للأسف حلب شيعية، للأسف حلب شيعية للأسف يا رب. صرنا 4 شهور ونص محاصرين، لكن نحن ما ننخيس في القادات أو في الدول العربية أو في الدول العربية، لا، نحن القصف كان شديد علينا، ضيقوا علينا الطوق، ممكن ضيقوا يعني من عند حندرات للهلوك لهنانو اللي هو، صرنا بآخر شيء بصلاح الدين، منطقة صلاح الدين من جسر حج وصلاح الدين العمرية هي كل عبارة، يعني صرنا هون فيها شيء بحدود 250 300 ألف شخص، يعني إذا صار يضرب قذيفة أو يضرب صاروخ أو أي يضرب يقتل أطفال يقتل نساء، يعني تشرد كثير، العالم نامت صارت تنام بالشوارع، ما تم بيوت ناس هدمت. نحن وقت طلعنا من حلب المحاصرة انحرق قلبنا، الدول كلها عم تتفاوض علينا وبتبيعنا وبتشترينا، كل العالم عم تتفاوض علينا وتبيعنا وتشترينا، ونحن ما بنستغني عن تراب حلب طاول ولا درة من تراب حلب، وإن شاء الله راجعين لحلب بإذن الله. العالم كله عم تفاوض علينا، الكفار واليهود كلها ضدنا صارت، وإن شاء الله راجعين لحلب بإذن الله. تم قصف وهدم وتهجير أهل حلب ممن بقيوا أحياء في هذه المدينة، وها هم تستقبلهم مؤسسات الإغاثة، سيارات الإسعاف بتغطية أممية لا بعدها إجرام. الأمم المتحدة تشترك في الإجرام لأهالي حلب. إذن 110 حافلات خرجت للتو من أحياء حلب الشرقية المحاصرة تقل المدنيين الذين كانوا في تلك الأحياء، ولسان حالهم يقول على أي محافظة يجمع المجتمع الدولي لإخلائها من مدنييها بعد حلب. لقناة دار الإيمان، عديس الطوف، ريف حلب الغربي.